أكيد سبحان الله مثل جميع المسلمين الذين يقومون طبعا بالفجر يذهبون، عندنا ترى عادة يذهبون في الميدان خارج المسجد يعني يصلون عيد الأزهى سواء عيد الفطر أو عيد الأزهى خارج المسجد، يصلون في المكان البر يعني البر جميل. نعم جميل. وحتى النساء يذهبون طبعا في يعني عندهم حجاب وعندهم يعني ترتيبات معينة. حلو. بعد ذلك طبعا يذبحون الذبيحات وما شاء الله يعني، وقبل جاهزون قبل يومين قصاب، هذه أكبر مشكلة. ولعل عندكم كذلك يعني الذي يذبح ويعني يصلخ، هذه ليس سهل الأمر، ولكن الناس يتنافسون بينهم بأنه والله أول أنا أول ثاني ثالث هكذا. بعد الذبحة يعني التقيلي عادات وتقاليد ولو هو طيب يذهبون عند الآباء وعند الأمهات. جميل. يسلمون عندهم صلة الرحم. نعم نعم صلة الرحم، وحتى عند الأخوان أو عند الأخوات. هذه ترتيبات قبل أن يجهز الأذهية. وثم لما جهز لهم يعني يطبخون، والقومنا أنا أرى بأنه ما شاء الله ماهرين بذاك اليوم، كل واحد طباخ ما شاء الله يعني يطبخ بكل واحد يعني طريقته معينة، ويقول والله أنا أسوي كباب وأنا أسوي هذا كراي. نعم. وأنت يا شيخ عبد الملك من الذين يطبخون ولا يأكلون؟ لا والله أنا آكل بس. عبد الملك أنا سبحان الله صفر بهذا المجال. حلو بس يعني تأكل الحمد لله بالعافية. لكن أنا محب أن يعطوا عندي ضيوف يعني وجد. سبحان الله نعم نجمع يعني أساسا مثلا هذا الآن عندنا ترتيبات ندو أقارب. نعم. نقول لهم أنه تعال عندنا نفطر سويا ما شاء الله. نعم نجمع، هذه انا احب هذا الشيء جميل. نعم. الاجتماع بركه. ما هو افطاركم؟ افطار اصلا يعني ماذا؟ سبحان الله سلمك الله. طبعا يعني كبده تعرفون نهاب الى الان يكون... الان احنا وياكم ماشيين صح. ايوه ماشيين صحيح. احب نفطر قليل بس اسلم. لكن مقلقل 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 طبعا يعني هو طريقه عندكم مختلف عندنا مختلف. لكن عندنا حمص اي نعم. وعندنا مقادم. المقادم هو اهم شيء عندنا. لا يا حمص حميس يعني لا حمص 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 هذا الذي سوريين مثل السوريين. نعم نعم هذا حمص سلم كلا، ليس هو مطبوخ مطهون لا ثاني بليله. هذا بليله هو عندنا أهم شيء في الفطور. وكذلك إذا عندكم جاهزتم مثلا مقادم، تعرفون مقادم؟ معروف المقادم. هذا المقادم إذا موجود على طاولة معنى هذا بأنه تعتبرها ملكي ما شاء الله. فطور ملكي نعم. طاولة أو مائدة فاخرة يعني كل واحد يحب. حلو. هذا الأشياء ما شاء طبعا مع ذلك شاي والأشياء أخرى هذه ما شاء ترتيبات. عندهم أكرم في باكستان جميلة جلو كباب. نعم الجلو كباب جلو ايه تشبلي كباب. تشبلي كباب هذا تشبلي كباب. نعم نعم هذا تشبلي كباب. متى هذا؟ في المساء. في المساء في المساء هذا لما يعني انتهينا من الأذهية وجاهد اللحم، ثم في ناس مختصين الذين يسوون تشبلي كباب، وحتى يوجد هنا في الرياض. واذا تحبون ممكن احنا ناخذكم. وفي اكله حلوه اسمها صالونه. سالن هذا سالن هذا يسمونه الجميع مرق. نعم مرق مع يعني فيها بطاطس وفيها لحم ولا هذه. ايوه خلنا نسال برضو الدكتور حافظ معنا. ما شاء الله باكستان مشهوره بالحلويات، اشوف الحلويات الباكستانيه كذا خاصه البرتقالي الابيض نسيت اسمها والله ايش اشهر. في الاردن اسمها كير. هذه حلويات بالرز. ايوه ايوه بالرز. وفي يعني تقريبا 3 أو 4 حلويات. كاسترد في العربي ما ادري اسمه ايش يعني في معروف يعني الحمد لله. في شعيرات أيوة. يعني مع الحليب ما شاء يطبخ. يا سلام يا سلام. هذه خصوصا يعني, يعني ايام العيد يعني تعرف. والرز كذلك يطبخ بالحليب، هذا يسمونها كير. هذا كير هذا يعني من أفضل الأشياء فاخرة فاخرة قيمة يعني. نعم. يا سوي ترتيب هذه كل الحلويات بالليل
يعني مثلا بكره عيد يوم العيد وبالليل هم يسوي ترتيب هذا الكل. لكن هذا عيد اللحم يعني إيه؟ مشهور احنا نسميه احنا عند اللحم وعند بعضنا يسموه العيد الكبير يعني. اي نعم. اللحم انت متى اخر مره اكلت هذا الجالي كباب او تبلي كباب؟ تبلي. إيه تقريبا ممكن يوم قبل يومين هذه يعني استمرار ما شاء الله. اي استمرار. تفضل ابو عبد الملك انت تسال. هم تراهم ملوك الطحينيه. الطحينيه الحلوه هذه ما غير الطحينيه الحلاوه ذي احسن ناس ممكن يسوي طحينيه. صحيح. ياكلونها يوم العيد. انا شفت هنا محل عنده كراتين واجد. وش قال للجاليه الباكستانيه؟ عجيب. حنيه يحطها كذا ويغلفونها واشكال والوان ما ادري ايش يسمونها هم. عرفت اللي تكلم الحلاوه الحلاوه الطحينيه سمسم. سمسم. انت ابو عبد الكريم لك شيء انت رايح جايب من دفعه ولا جايب من عمال ولا شيء في باكستان؟ لا والله انا اللي يعني احب اقرا عن عادات الشعوب. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حلو. و اذا يعني شيخ قال الحمد لله في باكستان تعرف بعض البرنامج في قناه في على تلفزيون خصوصا في عندنا برنامج قناه الاسلاميه اسمه بيغام. بيغام اي. وهناك ما شاء الله بعض البرنامج خصوصا للاطفال والنساء ما شاء الله على ايام العيد وفي كويزات وال يعني هذه الجواهز موجود. انا سمعت معلومه ابغاكم تصححوا لي يا عبد المالك والدكتور وحنا صح ان وحتى انت اجتهدوا واللي يقرون واللي يعرفون في الشعوب كلها. سمعت معلومه ان الضحايا في باكستان يحطونها في سطح البيت صح؟ تكون موجوده في السطح. اي نعم. بعدين اذا بغوا ينزلونها لهم طريقه في انزالها كلها سيناريو مختلف صح ولا لا؟ طبعا يعني حسب عندك هل يوجد ساحه في البيت؟ اذا يوجد ساحه في البيت طبعا يعني في صحن. لكن اذا ما يوجد يعني ممكن يطلعون فوق في السطح. اي نعم في السطح. اشهر تهنئه في باللهجه الباكستانيه ايش تقولون لل تحنية؟ لا لا مش تحنية لهجه. راح بالك على لهجة طبعا. انا من بنجاب يا ابو عبد الملك. كنت تحنيتك اصلا. انا أيوة. انا من بنجاب. بنجاب نعم. اشهر تهنئه يعني بعد السلام عيد مبارك هو اب سبكو عيد مبارك هو. ايوه هذه اب سبكو. اب سبكو ايوه. عيد مبارك هو يعني لكل واحد له عيد مبارك. الحين الحصيني قل مالك التهنئه بالباكستاني خلي اشوف يفهم عليك ولا لا. نفس اللي قالها نفس اب سبكو. اب سبكو. اب سبكو عيد مبارك. مبارك. نعم ايوه اب سبكو عيد مبارك. نعم خلاص انت الان تصبح باكستاني. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.